تسأل سائلة تقول لها الجهر بالمعصية أو الإصرار بها. لا شك الإصرار أهون، لا يجاهر بالمعصية. يعني المجاهرة بالمعصية معصية أخرى وهي لا مبالاة لمن عصى، وإذا قال السلف لا يعني لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فالذي يجاهر كأنه يعني استخف بالمعصية واستهان بنظر الله إليه والعياذ بالله. فلذلك الأصل الإنسان يسر بالمعصية إذا ابتلي بالمعصية، لا يجاهر بها والعياذ بالله. فالمجاهر معصية أخرى غير المعصية التي فعلها. أما إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لا، المنافقون الذين يظهرون للناس الخير وهم في عقيدتهم أنهم منافقون منحرفون، ولكن ينتظرون الخلوة ليفعلوا هذه المعاصي. إذا خلوا معارم الله انتهكوا، أي فهم صالحون فيما يظهر للناس لكن قلوبهم خبيثة حتى مع الناس، لكن ينتظرون الفرصة فقط. فهذا يختلف عن هذا.